الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الم ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أحسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله الآن هو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصي الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم ربكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أعوذ بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربي ليقولن إنا كنا أوليس الله بعلم في سور العالمين وليعلم من الله الذين آمنوا وليعلم من المنافقين وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ما هم حاملين من خطاياهم في شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم أثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجينا وأصحاب السفينة وجعلنا إنما آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون أوثانا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فكذبوا من قبلكم ما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يحيي الله خلقكم ويعيدوا إن ذلك على الله يسير قل سيروا من الذي ما أدروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعز من يشاء ومن يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا وتربيتكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه العزيز الحكيم وما له إسحاق يعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والإناوات وجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوط قال قومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان أسباب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب استطيع القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بذرع وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية من جنب من السماء ما كانوا يسقون ولقد تركنا منها آية تبينة لقوم يعقلون وإلى مدين قوم شعبا فقال يا قوم اعبدوا الله وادوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوا وقالتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم في مساكنهم زين لهم الشيطان أعمالهم فسوف يسجدون وكانوا مستكبرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءوا
موسى بمن المستقر الذي هو مقام السابقين فكلنا قلنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا ومنهم من اخذته صيحة ومنهم من خسفنا بالأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم لكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل من يتخذ من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء فهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين.